هيا انا بعرف وكلنا بنعرف انه انت كثير بتحبي المغامرات وبتحبي الادرينالين، بس هل يعني اليوم فينا نقول انه انت تخطيتي كل مخاوفك ام بعد عندك تحديات حابه انك تخوضيهم؟ لا اكيد في كثير تحديات حابه اني اخوضهم، والمخاوف في مخاوف احس انه اتغلبت عليها، وفي اشياء ماني ما تغلبت عليها وكل ما افكر فيها تخوفني زياده من هذه الاشياء او من هذه المخاوف. هي اني انحط في موقف انه الشخص اللي قدامي يحتاج مساعده، زي مثلا لا سمح الله انحطينا في موقف انه احد بيختنق قدامنا، احد صار له شيء، اصابه معينه، نكون طبعا يعني هي هوله الموقف نفسها تخوف، لكن اخاف اني اكون موجوده وما اعرف اساعد الشخص اللي موجود، مع اني اخذت اسعافات اوليه زمان، لكن برضو تعرفي يعني احط نفسي في هذا الموقف وافكر فيها كثير، واحس انه لازم الواحد دائما انه يهدي نفسه ويتصرف عشان يساعد اللي قدامه، لحتى تبقي اللي تعلمتيه. صح، يعني انه الواحد نوره لما يعني انت يمكن اكثر وحده بتعرفي انه قديش بمواقف صعبة emergency لازم، حتى لو أنه بيعرف كيف بده يتصرف لازم يهدى. هو يهدى بالضبط، يتغلب على الخوف أو التوتر لحتى يعرف كيف يتصرف. طبعاً إنه التركيز في هذا المواقف جداً مهم. أنا بشوي بحسد الدكاترة على فكرة، لأنه هن عندهم القدرة هاي أنه يفصلوا كل العواطف والبانيك والتوتر وخلص بيتصرفوا مثل كأنه روبوت يعني، بس سبحان الله أنه بينقذوا الإنسان وبينقذوا الموقف. صح.